تفاصيل خناقة زاه حواس وعلي جمعة بسبب وجهه بالهول، ودي حقيقة علاقته بالنبي إدريس. أثرت تصريحات الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق حالة من الجدل، حيث قال إن نبي الله إدريس عليه السلام هو أول من بدأ بناء الأهرامات، وأن وجه بلهول هو وجه نبي الله إدريس. وأوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر في تصريحات لبرنامج مصر أرض الأنبياء والذي يعرض على التلفزيون المصري في شهر رمضان: هناك الكثير من الأقاويل التي يرجحها العلماء أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه. وأضاف أن توجهه بشأن اسم النبي إدريس جاء من دراسة وفية، مضيفا أن هناك أقاويل تشير إلى أن إدريس هو نفسه أزوريس الذي تتحدث عنه البرديات الفرعونية. وفي أول تعليق للدكتور زاهي حواس وزير الدولة الأسبق للأثار، نفى تلك التصريحات قائلا إن الشيخ علي جمعة رجل فقيه في الدين، وتحدث عن الأثار بمعلومات لا تمت للعلم بصلة، بل رددها الكثيرون من مهووسي الأثار من دون علم ولا دراسة. وأكد وزير الأثار الأسبق أنه لا توجد أي صلة بين النبي إدريس وبين تمثال أبو الهول في الجيزة والذي قال عنه علي جمعة إنه لوجه النبي إدريس. وتابع حواس في معرض رده على الشيخ علي جمعة أنه لا يوجد دليل على بناء النبي إدريس للأهرامات أو أبو الهول، لكن هناك أدلة كاملة تؤكد أن الملك زوسر هو أول من بنى هرما، وأن خفرع هو من شيد أبو الهول. وطلب زاهي حواس في مداخلته مع الإعلامي المصري عمرو أديب مساء الأحد الشيخ علي جمعة بعدم الإفتاء في الأثار بحسب تعبيره، معربا عن احترامه لعلي جمعة باعتباره فقيها في الدين. وردا على الدكتور زاهي حواس، أصدر الدكتور علي جمعة بيانا أكاد من خلاله أن الدكتور زاهي حواس الصديق القديم الذي لم يعني نفسه بالاتصال ولم يعني نفسه بالاطلاع على البرنامج، واعتمد على ما تنقلته وسائل الإعلام، ثم أراد الظهور بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة لم نستمع فيها إلى صوته ولم نرى محياه على ما قد كان عودنا عفاه الله عنه. وقال جمعة: ولو أنه طلع على البرنامج لعلم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية وبين الروايات الشعبية، ولعلم كذلك أنه برنامج يبين مدى انتماء المصريين لبلادهم ومدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، ولكنه لم يلتفت لكل هذا وأراد أن يلقي علينا محاضرة في الأثار، وهو أمر لم نقاربه بل ولا نريده في برنامجنا. وأوضح: هذه السقطة التي سقطها الدكتور حواس ترك فيها أول خطوات النقاش الجاد، ولذلك أردنا أن ننبهه بأن يستمع إلى البرنامج أولا، وأن يرى كيف أننا من أول لحظة ونحن نفرق بين الروايات العلمية والتي تركنا له الجانب الحسي منها، وبين الروايات الشعبية التي سب أصحابها بكلمات غير لائقة مدعيا أنه وحده مصدر المعرفة. وأضاف: كما أننا نأمل من الإعلام الوطني أن يراعي الأغراض والأهداف وراء البرنامج من جهة، ووراء من أثار هذه الزوبعة في محطة البي بي سي وغيرها ممن ألبسوا الحق بالباطل وممن خلط الصحيح بالباطل، لأننا في زمن نحتاج فيه إلى الوعي. وتابع: تحياتي للدكتور زاهي حواس، ليس الكلام في روايات شعبية من الفتوى في شيء، أحببت أن أخبرك بما لا تعلم من أن الفتوى بيان للحكم الشرعي وليست تحليلا لأخبار الرحالة العرب. وفي النهاية اتفق العالمان علي جمعة وزاهي حواس على أن الروايات العلمية قد تختلف كثيرا عن الروايات الدينية في تلك المسائل.